سامي جود سامي يلا بيضل وجهك يا استودعكم والله يا شباب يلا نعطيكم الرياليتي الحين يلا السلام عليكم يلا حبيب قلبي شكرا لكم ابو يلا اشوفكم على خير يا شباب بيضل وجهك باذن الله الله يبيض وجهك يا سلطان والله يبدع خاصة شرحك حريق ايه شرح شعور ما رحل هل الشعور مع جنب انا ما ادري ها كان ودك اللي تغفصونه اللي غفصه اليوم كان ودك نشتوي الله يحفظ سامي سامي بيض الله وجهك تعال معي بيض الله وجيهكم وجزاكم الله خير واسعدكم الباري انت ظاهر انك وراك موعد صح؟ اطلع من هنا اجل وين ابو خالد؟ بيض الله وجهك وجزاكم الله خير والله انا عارز عن الشكر صراحه لابو عبد الرحمن انت راعي الاول راعي الطيب دائما جزاكم الله خير بس خلنا ننتظر ابو خالد ننتظره يلا خلاص استلح ابراهيم تجي مع يبينا جلسه يبينا جلسه خاصه في الموضوع هذا بيض الله وجيهكم يا شباب ابو خالد شكرا لك على تقييمك المبادرات هذه عمرك واشكر الطاقم اللي قاعد سهران في الليل امس اساسا بالله يخلص المبادرات لا بس ابو خالد ترى ما شاء الله هنيك يعني انت استاذنا ومعيار بس لحظه قبل هنيك بالله ايش رايك في المكان ذا؟ يفتح النفس انا والله وقت مر سريع معكم تدري مين مسوي ذا؟ ايوه شوف هم هذا فن المرمى والله ما انا قاعد افكر في المطر حزم ولا المطر هذا اهم شيء بس حزم ولا المطر الله يعينك الله يعطيهم العافيه هذا فن المرمى مسوينه الله يعطيهم العافيه جميل جميل رائع جدا سامي وين راح؟ سامي الظاهر عنده اجتماع مع فريق العمل هنا شوف ال ما شاء الله هذا قصر الاواني السلام عليكم ما شاء الله ما شاء الله كيف حالكم؟ السلام عليكم هذا ضيوفنا الجدد نبي نتعرفهم الحين على 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 اللي عندكم ابو خالد بارك الله انا شفتهم السنه الماضيه مره ثانيه نمشي مع بعض هذول اهم اجزاء البيت يا ابو عبد الرحمن اي ضروري أي يعني ما هذا الطبخ والقدور ما تتم الا معك حياك الله يقويك ايش عندكم؟ قصر الاواني هي احدى شركات ابراهيم محمد السير ولنا 10 فروع في المملكه العربيه السعوديه منها 4 في الرياض و3 في الجنوب خميس ابها جيزان واثنين في الحسا 1 في الحسا و1 في الخبر وحفر الباطن ولنا جوده المنتجات منها الانجليزي والهندي والبرتغالي والكوري يعني قصر الاواني هو سيف جاليري ولا يختلف؟ لا يختلف عنه يختلف السيف جاليري لحاله وقصر الاواني لحاله جميل جميل الله يقويكم ان شاء الله وش عندنا ما لا يغلى بس عندكم احسن منتج عندكم وشو قال الكاتب الكاتب يحب الرز بعد راعي الطبخ الشتاء جاي ترى ها طبعا عسى سعركم كويس ان شاء الله يلا شكرا جزيلا لك بيض الله تفضل هذول الشباب كلهم رعاة للبرنامج يا استاذ محمد ما شاء الله جميل عاد هذا الكارد اي سمع حبيبي اوه شكرا 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 يا حبيبي تسلم تسلم شكرا يا حبيبي لك يا زهر. الله يعطيك شكرا العافيه شكرا لك يلا بيض الله وجهكم جزاكم الله خير يا شباب موفقين ان شاء الله حبايب اي عاد الشاورما عندكم سلام هذا اللي بيسكن ولا بيضبط اموره ولا بيضبط السلام عليكم ريست نايت ومياه ريست كذلك هذول من الشباب الداعمين للبرنامج مساء الخير كذا عرفت مياه ريست موجوده في كل القريه مساء الخير كيف حالك طيب اهلا وسهلا كيف حالك احنا داخلين على الفندق الحين شم الريحه اللي تحسك داخل ريحه فندق يعني جميل جميل تفضل يا سيدي ما شاء الله ما شاء الله اهلا وسهلا بحضراتكم احنا هنا مجموعه ريست مجموعه ريست تتكون من قسمين شنو بندقيه ريست نايت ومياه ريست شوف بندقيه ريست نايت تعتبر من افضل الاماكن السياحيه صناعه الضيف في المملكه العربيه السعوديه لانها بتقدم خدمات الفنادق من ثلاث شهور فندقية بنص اسعار شهور فندقية كمان عندنا 6 فروع في ارقى احياء الرياض منهم الحمراء وتعاون الفلاح والملوج والنفل والحسين بن علي كم فرع في الرياض ما شاء الله؟ 6 فروع في الرياض ما شاء الله اه كمان كمان عندنا فرع في قرية دواسر تمام وده انطلاقا للمرحلة الجاية هي مرحلة الفنادق عندنا فرعين تحت الانشاء فريست نايت العليا وريست نايت الواشنطن كم لكم بادئين؟ احنا بادئين من 7 سنوات ما شاء الله كم فرع الان؟ احنا حاليا 7 فروع الله يوفقكم ان شاء الله موفقين كمان يعني كل سنه بفرع نعم كل سنه بفرع الله يوفقكم ان شاء الله احنا عندنا كمان موقع الحجز من خلال restnight.com.sa ده بيوصل الخصومات بتاعته بتوصل ل 20% او من خلال الارقام اللي بتظهر على قناه بدايه في كمان مياه ريست مياه ريست دي مياه ابار جوفيه طبيعيه دي حائزه على افضل مذاق لعام 2015 وعام 2017 من المعهد العالمي للجوده والارشيف شكرا جزيلا شكرا جزيلا لك
اهنيكم على كل كبده رطب، هذا احسن شيء تعطيه الناس. الحمد لله. كمان احنا بنستخدم المعايير الفرنسيه في التعقيم اثناء عمليه الاستخراج ضد اي نشاط بكتيريا اثناء عمليه الاستخراج. كمان دي بتميز انها املاح اقل ونيترات اقل، مياه لسه بتميز انها املاح اقل ونيترات اقل. طبعا مقر مصنع في الرياض في السعوديه في وادي الدواسر المصنع بتاعنا. تمام. كمان عندنا فروعنا في الرياض وفي الدمام وفي جده وفي القصيم وعلى مستوى حي المملكه. بس اجمل شيء انه من وادي الدواسر. خلاص انا مشي نمشي في جوائز الضيوف. شكرا شكرا شكرا. تفضل. الله يعطيك العافيه. المصنع هنا بس تسلم. نستلم صوره مع حضرتك. يلا تفضل. يلا من بيصورنا بس هنا؟ تفضل يلا. لازم تطلع الورد معاه. اي لازم. اي خلاص يلا تفضل. تفضل تفضل شنو بيطلع. ايوه هنوقف هنا. يلا شكرا شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا لك. شكرا لك. سلام عليك. شكرا حبيبي. يعطيك العافيه. شكرا. سلام. سلامتك. عاد استاذ محمد شوف عندنا مخبز خاص بالقريه هنا. تبي تتعشى عندهم، تبي تضبط امورهم. والله ما شاء الله. احس انهم ما يشعرون بالفقد خلاص. انا كانهم قاعد يعيشون في ديرتهم. انا شفت هم الشباب. ايش عندكم اليوم تطبخون وتشوون اليوم؟ خلوا ابو خالد يمشي معنا يا شيخ. شكله ضغط على المبادره. على جنب على جنب. بعدين خلينا نطلع. عبد الرحمن خلاص تطلبهم ما يحملون جوالات معهم. نهائيا معزولين. اتوقع هذا اكبر تحدي. اكبر تحدي واجمل. لو بتشارك مسابقه زي هذا صدق. لما عرفت تحدي. لما عرفت انهم يقولون ما نشوف الجوالات ابدا او اليوم اول مره ادري. أيوه. ما يطلعون علي شيء. قلت هذا في احد عندك هنا؟ الله يحييك. سفيرهم عبد القادر سفير جمعيه البر الخيريه. بيض الله وجهكم ان شاء الله. تفضلوا تفضل ابو تميم عشان تستفضل. ابو خالد بليمين ابدا. بليمين 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 بالمضيلف. بالمضيلف اي اهلا وسهلا. وين المضيلف؟ اللي تبعد عن جده تقريبا 250 او 200 كيلو. جميل. الله يحييكم. طبعا هذا سجل للضيوف اللي زورونا. ابو تميم لو تكتب اي شيء. الشيخ بدر مشاري كتب لنا اليوم. تشرف الله فيكم. يقول اي واحد يكتب باليسار انه يعتبر شخصيه عبقريه. مميز. اصير ابكى يعني. لا شوف لنا الشيخ. انا بكتب باليسار. انا بكتب باليسار عشان بسرعه بسرعه. طبعا السنه هذه عندهم وقف قيمه 25 مليون. وقف الام؟ ما شاء الله. وقف الام نهر العطاء. كم لكم بعدين؟ والله تقريبا 20 يوم او 21 يوم. كم وصلتوا؟ الاسبوع اللي راح كانت 8 او 9%، باقي ما اعلنوا الاسبوع هذا. ما شاء الله. متى متى عادة تزعلونه؟ هو كل اسبوع يعلنوا. صحيح. كل اسبوع يعلنوا. وتطلع بشكل دائم. بس الحين اخونا انت موجود دائما؟ هو سفير. انا سفير هذا الاسبوع. الجمعية. سفير هذا الاسبوع. ايه. جميل. وكل اسبوع واحد. جعل الله في ميزان حسناتك. الله يسلمك. ترى هذا جانب من الذكاء انك انت احيانا انك ترسل اموالك للاخره. وانا اقول هنيان والشباب يا اخي لو يمر كذا سفير ياخذ اجر. انت شاركت مع الناس اللي لها فتره بعد الوقت. بعد الوقت شيء لا يموت. ولي امك اجمل من تهديه. أيوة. حقيقه هذا وقف الام. الله يعطيكم العافيه ان شاء الله يجعلها في ميزان حسناتكم ان شاء الله. ابو خالد طلع معروض هذا ما طلع. بيض الله وجهك. هذه هديه بسيطه من الجمعيه. سمى بشكر. مع ان الام او ما يقدم الام لا يكتب في كلمه فلعلي اختصرها في كلمه. بيض الله وجهك. الله يجزاك خير. شكرا لكم واجعلها في ميزان حسناتكم. وعلى فكره هذا شيء انك شيء تقدمه لاخرتك. والله شيء عظيم انك تجعل هذا الوقت. تنتظر انهم يتواصلون معي من الاسبوع. ما تخيل بيتواصلون معك. ليش ما تواصلون؟ بيتواصلون معك بيضبطونك والله. بس خبر مع الزحمه اللي عندهم ما شاء الله عليهم. عسى الله يجعلها في ميزان حسناتك. موفقين ان شاء الله. الله يعطيكم العافيه. هذه هديه بسيطه مقدمه المعرض. شكرا يا اخي. الهديه خلونا ندخل هنا ونحظى على يا اخي. شرف لنا. بيض الله وجهك. الله يجزاك. شكرا جزيلا. شكرا لكم. الله يعطيكم العافيه. لا تبع. شكرا لكم. يلا بالتوفيق. يعطيكم العافية. يعطيك العافية. بالتوفيق. موفق ان شاء الله. الله يكتب اجرك. يعني انت حاطينك عند المخرج على طول نطلع ونمر. يا اخي انا ابو عبد الرحمن معلش بقول شيء. والله لو كنا على الهواء ولا غير الهواء ماني بطالع اجي اسلم عليه. ابتسامته ابو غالي من الزاوية وابتسامته. تفضل. هذا القفاري كذلك. انا اهني القفاري اللي اختاروا هذا الوجه الجميل. يعني ما شاء الله عليك تسويقي من الدرجة الأولى يعني. يلا تفضل. يقول أرواح جنود مجندة. ما تعرف منها تلف. انت ما شاء الله روحك واضح انها سهل. السلام عليكم. تعرف على الجميع. السلام عليكم. الله يوفقك. يا الله يوفقك. كل خير. قريبين القفاري. الله يوفقكم. الله يجزاك خير. يعطيكم العافيه. شلونك يا سيدي؟ طيب. يا هلا والله ومسهلا. كيف حالكم؟ عساكم طيبين. اول شيء اعرفكم نفسي عمر القريشي. نعم. بعطيك نبذه بسيطه ان شاء الله عن المجموعه. مجموعه القفاري مجموعه سعوديه مساهمه تندرج تحتها خمس شركات.
القفاري للسجاد، القفاري للأثاث، القفاري للأرضيات الخشبية ورق الجدران، وهاي بوينت الأثاث المودرن، مودرن بلس الأثاث النيو كلاسيك. ناخذ بكم لفه بسيطه. هاي بوينت تبعكم؟ هي كل الخمس شركات هاي تبعك كلها ما شاء الله. عندنا هذا غرفه النوم لون ثمان قطاع، موديل تركي مودرن، تصميم حديث وموديل جديد بالسوق ما شاء الله. عندنا هنا غرفه الكنب الطين، هذا عباره عن اربع حبات كذلك موديل تركي ومودرن وجديد بالسوق. تفضلوا استريحوا. جميل استريحوا ما شاء الله. طبعا هذه الموديلات جديده في السوق، وطبعا مجموعه الكفاري تحتها 40 ماركه، يعني تحت مجموعه الكفاري كامله. جميل ما شاء الله. عندنا هنا طاوله الطعام مع البوفيه عباره عن 8 كراسي، طبعا عندنا 8 كراسي وعندنا 12 كذا يعني نوع، كذلك موديل تركي وموديل حديث في السوق. عندنا السجاد هنا ثلاث صناعات، الصناعة التركية، الصناعة البلجيكية، الصناعة الوطنية. وين الوطنية طيب؟ هذه؟ لا هذه طبعاً هذه سجادة مساجد اللي هنا الوطنية. الوطنية موجودة بس إنها عاد جميلة عشان الوقت فني بقلل. مرة ثانية حطها قدام تكرار. تذكر الله. سجادة مساجد ما يحتاج يعني. المعروف هذا يعرف هاي. لا تدري ليش والله ودي أشتري وطنية. إي طبعاً. والله أني حريص عليها. إذا الوطنية عليها سهل. ممتاز. إيه عليها سحب عندنا وممتاز جدا. يعني تجربها يعني؟ شلون؟ نجرب جودتها إن شاء الله مرة جاية. محتاج تجربونها. خلاص كده. تجربونها إيه يظهر عند كل العالم يعني. لأن اليوم حلقتنا الثقافة الوطنية فندعم إيه. الثقافة الوطنية. لا لا. أي شيء وطني راح ندعم. نوفر لك إياها. جزاك الله. إذا تقدمون مساجد خصم؟ حاليا ما في خصم، لكن مع الوقت في خصومات على المساجد. عندنا هنا قسم الأوراق. طبعا الأوراق مادة بلاستيك بديلة عن الجبس. تميز بالتي دي غير الجبسن بورد وهذا يعني إيه طبعا مادة جديدة بالسوق ممتازة زي الأكريليك تقريبا إيه تغنيك عن الجبس إيه تدعم الإضاءات المخفية وتدعم يعني أكثر من تفصيل بس ما ودي أفصلكم واجد عشان أنا أخذكم عندنا هنا الأرضيات الباركيت ثلاث صناعات من الصناعات اللي عندنا اللي هي اللي ضد الماء تكون للمطابخ تكون للمسابح عندنا هنا أوراق الجدران كذلك أكثر من خمس صناعات عندنا جميل وأنواع وأشكال وتشوفونا بالمعارض عندنا الآن حاليا 30% من قيمة مشترياتك ممتاز على كل شيء على كل يعني أغلب المعرض ما عدا المساجد والله يحييكم شرفتونا وهذه نبذة بسيطة شكرا جزيلا لك بيض الله وجهكم شكرا لك شكرا لكم تفضل أبو خالد من هنا الله يسعدكم شكرا طبعا هذه يسمونها أبو كاتم هذا اللي مرعب الشباب واللي يمشيهم على الألف اللي هو إيش؟ أبو كاتم آه أبو كاتم هذا اللي يراقب الشباب ويتصيد أخطائهم ويعاقبهم على بعض الأخطاء جزء جميل في تهيئة الشباب أن اليوم تركت تحت الرقابة أي خطأ تقدمه يجب أن تحاسب عليه وتخصم من رصيدك وأبو كاتم الشخص الزيرو والمخفي ما يعرفونه أبو كاتم أبو كاتم يعني كتوب ما حد يشوفه يلا حياكم الله يا شباب سعدكم شكرا السلام عليكم يا خوش كرك ايش تبغى انت الصديق الصغير بريالين هرفي هرفي رحمك الصغير بريالين طبعا طبعا الصغير بريالين ايه شوف شوف زين ما شاء الله شي شي هذا شيء حلو لك يا غالي هذا خروفنا اليوم خروفنا اليوم هذا يلا 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 هذا الحلافي يلا 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 حق مقصود يشتري يا شباب خلاص يا ريالين شاورما شاورما بريالين ما انت بس تعال اكتب على الله الله كم قرب يا ولد قرب على حسب ما انا واشوف لا مخمك كذا يلا يلا يا ولد قلبك شيء ابو نظارة الصفر اللي قبل شوي قرب يا ولد والله يا ولد خليني اتعشى نفس اسبوع اللي راح الاسعار بعدين بعد 10 تعال يا لا لا يلا 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 الله يهديك تعال يا مقرب معنا تعال شو شو طلال انت معنا شغل شغل قرب يا طلال تعال شوي يا حبيبي شوي الريحه تجيبه
يا شيء 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 مره يلا يلا شم الريح شم عطي العشرة حقك يلا يلا يا مسعود يلا يا علي عبد المعطي يلا انا ابغى شيء ابغى مرق يلا يا ابو حلول يا عبد السلام ابو حلول عبد السلام الشغل لا يفوتك لا يفوتك اللحم الهارب انا ابغى قسم لي مرق مرق الشغل لا يفوتك يا ابو حو أربعة بعشرة والرزق على الله قرب يا ولد قرب يلا 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 أربعة بكم؟ أربعة بعشرة أربعة بعشرة اسمعي رجوان أربعة بعشرة والرزق على الله يلا يا ولد قرب ما بقصر معك يلا الزبون يلا يا زبون يلا يا خالد الشيباني يلا يلا يا خالد أنت معنا ولا في شورما يا زين الزين يلا يا شاعر يلا يا المبدع يلا يا غازي مطيري يا سعيد بالله سوي شو شو صلح لنا شو على ذا يلا 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 عطري كرتون قرب يا ولد قرب قرب يا ولد قرب دقيقة دقيقة يلا 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 شو 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 ما شاء الله ما شاء الله يلا يلا أكل حلو أكل حلو ما في اختلاف أكل الناضج دائما تعال 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 أربعة أسياخ من الكبائر بعشرة لا يعقل مع عصير أيوه مع وجبة مع حمص مع طحينة مع حمص طحينية أيعقل اسمع لا يعقل أيعقل أنت قلت صنديقة الشاورما الصغيرة بريالين مع عصير لا أزيدك أيعقل جابر انا لا احب الشغل جابر راح اسوق هناك جابر جابر شوفني شوفني البارد ناخذه من عندهم ونوديه لزبايننا يلا بالعافيه عليكم وقرب يا ولد قرب يا ولد قرب قرب يا ولد قرب شوف سلام يا شباب انتم تذاكروا لا قرب يا ولد زين عندنا واربعة بعشرة والرزق على الله قرب يا فيصل قرب تعال يا غازي قرب يا مساري ان الرائحه تجذبني اليكم تعال ان الرائحه تعال خطك بواحد وادخل ولا تعلم احد ابقى ابقى تميس انا ممكن يلا قرب 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 يا ولد يا شباب ايه يلا يا علي عبد المعطي يلا يا علي عبد المعطي برجع لكم بيرجع 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 يلا يا مقرن يلا يا مقرن اشبع اشبع بال روح دي روح ايها ايش دخل صح ما دخل قرب قرب يا ولد قرب يا ولد علي مرحبا بالضيفان مرحبا مرحبا بالضيفان يا مرحبا بالضيوف مرحبا 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 بالضيوف مرحبا يلا يا ولد يلا يا ولد يلا يا ولد يلا يا شاعر اكتب قصيدة في الناضج يلا الناضج اللي يطرب الراس شويه يا سلام يلا يا ولد يلا يا ولد يلا يا ولد بالله هاي هاي تقطعوا عندي طلبتوا يا بحور اي عقلوا يا ولد اربع اصياخ اربع اصياخ ب 10 حرام شغل اربع اصياخ اربع يا مقرن تعال يا مقرن قطو مقرن اربع مشكله دجاج ولحم لا 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 اي والله شاي 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 بالله بالله خذ نظره خذ نظره احنا بريالين طيب 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 مستعلون جمو جمو زين الشغل انا يلا 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 ترك 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 ابو يلا دجاج في عيني في حري والله العظيم ربان اللي تبي لبه انا عهدي وانت معي دايم شباب حياكم حياكم شباب معنا معنا ثواني يرجع ما شلنا صوتنا الفي على كرديا ليه يلا من يبسعات روح الكرديال من يبسعات روح الكرديال من يبسعات روح الكرديال من يبسعات نشهد انها غاية امراض الجميع نشهد انها غاية امراض الجميع من يبسعات امراض الجميع ومن يبسعات روح الكرديال من يبسعات روح الكرديال من يبسعات روح هذا الجميع
نشهد انها غاية امراض الجميع. ومن يبي الساعات يروح الكرديال، ومن يبي الساعات يروح الكرديال، من يبي الساعات يروح الكرديال. قولوها كلها كلها كاملة. من يبي الساعات يروح الكرديال، نشهد انها غاية امراض الجميع. من يبي الساعات يروح الكرديال، نشهد انها غاية امراض الجميع. من الله يحركم. خلاص اذا جو نجيهم. خلاص ليه اخذنا بروفة. يا من يجينا يا من يجينا كباب احلى كباب من الدوله وطاب من هذه القرية الجميلة. يا شباب شباب والله مين معقوله الاسعار؟ والله مين معقوله؟ اهلا مين معقوله؟ سندوتشين بريالين وحنا اربع شيخ بعشرة؟ خمسة صياح. مين معقوله؟ ها؟ يلا يا ولد شاورما بريالين وبالدين لا يعقل. هيا تفضلوا. يلا 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 خمسة صياح بعشرة. قرب قرب يا ولد قرب يا ولد. يلا 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 طلعوا خلينا نسوي طلعوا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قلنا طلعوا الشيخ مجاني. يلا خليه يجي يسوق لنا. شكرا لله. اني من النظافه يا جماعه خلني القى وسخ. ها مرحبا مرحبا يا غالي. خلني القى وسخ من النظافه انا. ها نضبطكم شيخ. شنو هذا لو سمحت؟ هذا خصم. طيب اختار خصم. تبي هذا ولا هذا ولا هذا؟ انا من شوف النظافه. شوف اذا ما تبون اقسم عليكم اعطوني مجانا. انا من النظافه. من النظافه انت اصلا حتى خسر ما بتاخذ. اصلح يلا يلا دقيقه طلال. هي خمس صياف. خمس صياف. خمس صياف بالدين من محلهم. لا غيره غيره غيره. عرض ثاني. طيب يعطيك فايده. طيب خشب 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 لا يعقل فقط في الناضج. ايش هذا؟ صحن يا عمي. لا روح 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 روح. ريالين انت هذاك اسمه. دبسني ب 10 ريال. هذه حق انت ودبسني ب 10 ريال. طيب صلاه النبي. كيف حالك؟ الله يعافيك. شو اخبارك؟ طب ما كيف هذا من اول. مرحبا الله يحييك يا غازي المطيري. ضيف ولا لا؟ مرحبا يا غازي المطيري. خلاص اوكي. موقف بلدية على الفاضي. خلينا نشوف اذا كان في وسخ. صح صح صح. تعال هذا ايش؟ هذا حق ال شنو لو سمحت؟ دقيقة والله اغرمك اقسم بالله اغرمكم كلكم غير هيا. تعال تعال امشي مشي. هذه اللي رفعت الراس. ايش؟ لحظة نجيب ال هذا ايش؟ وين وين محل الناضج؟ من من شلاه؟ من هو؟ ولد هذا اللي النعم. يلا شلاه. تعال تعال يا حبيبي. عبد الله 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 جميع اعضاء جميع اعضاء المتواجدون هنا. قال 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 في المطعم. وسع. هذا معهم المطعم؟ لا طيب وسع. لا خلنا غير نسمع عمر الله عافاك. اسمع اسمع شوف اسلوبك هذا. مطعم. ها؟ مطعم. اسلوبك هذا كنت بطلب. بس انا ماني مع المطعم. بطلت. انا في البلديه اغرب اي شخص من ما يحاول على النظافه. شوف شوف قادر اروح بلديه. تعال روح عندي هذا. روح عند حبيبي حبيبي. شلو لو سمعت ولا خصم؟ الفحم شلوه. شلو ولا خصم؟ شلوه شلوه. شلوه بس ما نشغل عنك. اقسم بالله خصم. اقسم بالله العظيم. يلا يا ولد يلا يا ولد يلا يا ولد يلا يلا يا ولد 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 يلا. لا شباب لا 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 شباب لا. والله يسحب مهر والله فنان ذا. أوه محمد كان. لا شباب مبزة مبزة والله مبزة مبزة والله. لا يا طف. خلو 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 يرجع خلو خلو. ليه ما ماني ماني عينك ما تهرب مني ليه؟ ليه ما تهرب مني؟ ليه؟ لا لا بشر بسم الله بسم الله ما شاء الله. اللبسة حق الناضج؟ لا لا هي هي قزاز قزاز هذا قزاز. شوف ها
قزاز. الله يا ولد. يلا يلا جيبه مقرن. شيء شيء روعة تعال. اعطوني وحده دخل داخل يا منير وحطها باسمه رتبها باسمه في دجاج باقي برضه هذه ليش رتبها باسمه هذا حافوي هي رتبها يلا رتبها باسمه داخل علشان ال وحده عن خاطري عن خاطري يلا روح يلا يا قلبي روح ابو شايع محمد شايع خله يروح خله يروح ابو خلكم مرا بينطلق خله طلع لسانه خله يروح خله يروح با با حبيبي مو ترى مو تو با خلقوا له جو انه في الحظيره با 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 كيف احنا اخويا كيف احنا اخويا با با يلا 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 ولد لا لا اقعد 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 كانك طلي كانك طلي انت والله تخلع با لا لا با 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 يعني هذه خطر ما ما فهمت شبك 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 معنا ما يلا خلينا نشوف خلينا نشوف بيجاوب ايش هو يا شوف يود كان باقي في لحيه با الله يا ما تعال يا قلبي تعال دا دا كيف يا دا 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 قلبي لا كان ابوه ابوه الشايب با 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 كم ما تعودك نذبح ضحكة ابو محمد ابو محمد لا 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 دخل دخل ريسترايت تناديني عبد القادر طلع من حياتي اخي من بلشني في حتى في الصلاة ابو محمد خله يروح خله ينطلق ها شو بدي اياه هو عندك اعطوا له خبز يا ولد ايه خبز هناك يا شباب ايش صار تعال 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 ما تفقع معك هلا معكم هذا مو معنا احنا معكم يا اخوي معكم لا مو معنا انا متعاون معكم سجل اسمه يا اخوي باكل من ولد وطاط قم يرضيك ورع كم كم حساب العشاء ورع ورع ويتيم وفي غرب كم 14 14 كم قلت لا ما كلت باقي باقي ما كل شيء ام انا رحت عند شاورما شوف شوف انا رحت شاورما ما قدرت انا رحت شاورما اعطوني وحده مجاني ثاني شريت خبز يلا محسوب عليك والله محسوب عليك انك طالب ترى عليك 10 ريال الان نعم سجلها لم يحاسب نعم والله لا والله ما تردك ترد من فمك سجلها لم يحاسب خلاص اسمع خذ لك 4 سياخ يلا والله يستر عليك خذ لك 4 سياخ يا معلم يا معلم عطى 4 سياخ لنا لا اصبر هذا انا معطينا شوارما قبل شوي مالهم واحد قلت لها انت قلت لها عليك فلوس لا ما قلت انا قايل لك في فلوس وين الورقه وين الاوراق عليك اسمع عليك اطلب اسمع سيخين بخمسه سيخين والله ما ادري علي شوف علي ولد الاوراق وين 10 10 الاربعه الاوراق وين سيخين بخمسه الا الاوراق وين سيخين بخمسه عطى سيخين لا لا ما تصدق اعتذر انت ما عندك مصدقه ولد انت دافع دافع صدق علي بالله دافع يا ابن يا ابن هلا كيف تطالعك ها توك توك الحبه تاخذ زعفران بخمسه ولا سجلت عليه
شو كباب لحم لك كباب ديال صيح بريالين ونص لا كباب ابصار ابصار لحم صيح انا صيح يا ولد بسم الله ما شاء الله صيح واحد يا مرزوق يا هذا الطليق مرزوق الاوراق واحد والله نود الحين ذبحنا لكن اي واحد من جديده ياكل حبه علمني اسجل اسمه لما يحاصر نذبحها من جديده يقول بدي شوي لا لا ادري شوي في ظهرك شيء حلو تاكل هذا الحين ولا بكيف؟ الله يجزاك بالعافيه بسم الله ما شاء الله خلاص علمت لحم؟ اي كلا كلا ولا ذوق شيء من شيء احلف بالله انا صبرت على قيمه سيخه بس خلاص سيخ واحد هذا لا واحد مش العب وين وين الاوراق وين؟ في ذمتك لنا دراهم انا عندي معتمد الله ما سجل عندي شوف تعال عندي سجل علي سجل علي ريالين ونص صيح ما بي صيح في خمسة ريال لا حبيبي في سيخين بخمسة ريال لا من قال سيخين بخمسة ريال ولا اما نص نفر سيخين او سيخ واحد سيخين وتعال خلني انا سيخ واحد اوكي اوصل اوصل لحنا بعد جيب سيخين وانا اكل عطى سيخين بخمسة ولا سيخين عطى سيخين بخمسة عماني تعال زود له سيخ جابر من عمان وعماني وخلنا في السعودية لا لحم ايش بلاكم عزا ولا ايش؟ وجابر من عمان وعماني وخلنا خلاص مقرن ولا حبه ولا عندي حتى هو في الدولاب مقرن معاه حبه ولا عندي ناظر فيه قول لي حطه في الدولاب وقفل عليها من العامل مرزوق مرزوق اعطيني الاوراق والله غشاشين كم حدا كم حدا كم حدين يلا اجلسوا كل يا اخوي انت مجرم يا اخوي انا مديرك انا سكرتيرك عندكم عرض هذا كم حدا ذا والله ورع يتيم ولا غلطه والله ما في الاجر عندكم عرض 10 ريال اعطي الورقه بالله اعطي الورقه عندكم عرض علي الورقه ويني الجواب يا اخوي قم جيب والله بعد اسمعني امسح امسح علي قم جيب علي ما انا داير وين تعبت خيصر وشعر عرفت كل حالك ليه يا اخي ما يتعب انا عازمني الرجال ناك السوق اقصد ناك السوق احنا طلبنا ايش طلبت كم عازمني من كيف؟ عشرة سخة ليه حشر ايش قال؟ ولد عزمته ها؟ اي ما طلقوا على مغامرة ما طلع على مدى البرنامج قبل ما نسجل سجل اسم فيصل وسجل اسم طلال وسجل اسم فيصل اذا خذ الدراهم منهم شلبي ما يحاسب اكتب له محاسب اي والله ما يكفي الحين ولا اربع ساعات عجر انا عجر الكرك بعشره الكرك بعشره اللي يجي راح اكب الحين اطلبكم اي حسابي طلال طيب والله ما لاقي والله ما له طلب ما يكفي نعيم كليت شو والله كليت شو والله ما اقدر والله ما اقدر يلا يلا دراهم يا شباب لم يسجل لم مصطفى اخر الليل بيض الله وجهكم اخونا هزاع اخونا جابر اخونا علي اخونا بلال كلهم شرفونا والله سجل غازي فهد اليوم تغدى سجلهم كلهم سجل لم يحاسب ايوه يجي مصطفى ليش حبيبي غازي ما تغدى انا ما والله الله تذكرت الديره والله انا شفته وسالته قال لي ما طلب عبد الحلابي يا نفس ما بعد طلع شوف من شرف وين يعني بالعافيه وريا بغيت يعني بالعافيه اتمنى ان تكون شوف من شرف الكباب الاول تذكره انتم تستاهلون طلبت لا لا انت اخذت طلبت خلاص ايش تاخذ طلبت جابر شو اسمه كباب دجاج كباب لحم او صل دجاج بالعافيه طيب والله ما بي والله والله ما بي ما بي يا مسلم ما تبغون اصلح لحم اربع صيخ يا جيب ان شاء الله تخسرون ان شاء الله بدون اصلح خلاص ناكلها بدون بدون نفس جرب 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 5 ريال دافع فيها جعله والله بالعافيه الله يعافيك الحين اروح اشتري من خلاص خلص شوارم حبيبي ناس قاعده تسوي مطعم كان فل اليوم ايوه ما شاء الله من مطعم ظلوم تعال والله 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 بس في العاده اربع صياخ حتى حق الكاميرا يا ابوي قول لي ارجع 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 خلاص عدلناها انا اديني اربع صياخ كيف ان شاء الله اكلنا ان شاء الله عجبك معامله زي ان شاء الله عجبك طيب اضرب ما حلو شو اسمه؟
الله عجبك اكلنا والله عزك عدنان شو اسمه؟ اكل حلو غير ماكل خالد ليه؟ اكلتني غصب عني مرزوق الحين يعورني بطني دافع فيها 5 دياب يا اخي هذا دافع فيها 5 دياب ما فيه الا تدق الفلوس مسجل دين لم يحاسب لم يحاسب والله العظيم مرزوق استغلال هذا الله يحييك انت شرفتنا عرفت كيف؟ ما قدرنا لك الا بالحيله لانك انت غالي سعيد ما عليه لم يحاسب يجي من الصباح اخر ليش يسحب من البنك حتى حق الشاورما جبتوه ما شاء الله السفره لا انت ما في سفره ابغى كاتشب ابغى الله يحميك اسمع عطني قرعتين لحم لا خذ روحي مقامة نحن مسوق احنا مرزوق عطني سيخ عطني حاسب سعيد ما ينعز بالله انا بلدية من حق اتشرف عطني السيف ونص عطني الكاسات دي جيب جيب المايونيز هذا والكاسات هذا جيبها دار شنو هذه الله عليه لا العسل عبد الله ها عبد الله شنو الكباب وكان ان شاء الله نوعدكم بمفاجآت قريبه الشاورما ها يا ابو شنو شنو الكباب فلت بكره ان شاء الله نضبطكم حركات جديده ايش تبغى؟ عطني حمص عطني مايونيز عطني كاتشب كل شيء عطنا عصير يا رب يا رب ياكل يا رب ياكل قطعه من عندنا يا رب انا عشان هو بياكل بياكل شل شل دي ها هو بياكل يا رب ياكل عندنا قطعه يا رب عطنا عصير ليش؟ انا جايب لي فطور اجي ياكل عندي ليش؟ حط سفره كنو حط شحن كنو خليك ندل يا اخي يا هلا يا هلا يا هلا باللي يجينا يا هلا يا هلا يا هلا باللي